يلا يلا سلم خلهم لا يبردون. يلا دق دق على الريال خليه ينزل الحين. ايه هو كم مفروض ناطرنا برا بس لازم ما ادري شو. الو يعطيك العافيه اخوي، طالبين مطعم ام سليمان. ايه طالبين هريس وجليس. مو جليس يريش يريش. ايه نفس الشيء، هذا عليه بصل هذا ما عليه بصل. كيفك انت؟ ايه ايه اخوي احنا قدام البيت صار لنا ساعه نحوس. يلا يلا مع السلامه. ايه شوف انا وين كنت وين صرت، انا ابو سليمان اوصل طلبات، انا مسؤول موظف محترم ريال محترم. ما عليه يا اخوي، انا وياك قاعد اونسك بالطريق مستانسين سوالف. هو هذه المصيبه ان انت اللي معاي. صدقك ما استحي على وجهك. فايا ابو سليمان ما لقيتها منك والله. انا رفيجك تقول عني الحكي؟ رفيجي انت اللي ذابحني ومفشلني وكاسر ظهري. وينه هذا وينه؟ ذبحتنا مطعم هندي هو. ما ادري شنو طالب شنو، كل يوم طلبات بيض وجبن. ياك. هلا عمي عامر، بغيت شيء؟ اهلين طال عمرك، طالبين من مطعم ام سليمان، تفضل. ايه الوالده طالبه. ايه خريش وصريف. هو هريش انت. هريس ويريش طالبين انت. والله الحجيه لو طالبه من الفرع احسن لها. الله هداك ابا عليك. الحمد لله والشكر. فرق يبا وين؟ شغل البيت، شغل السنه. اي والله. كم حسابك؟ حسابنا طال عمرك 10 دنانير. احنا نسوي خصومات، المفروض 15 مسوين 10. حراميه انتم. ليش؟ لو اشتري من فرع الجمعيه ابرك لي. والله الشرح مو عليكم، شرع على ابوي. خذ فلوسك ويلا توكل. يلا شو هذا معصب؟ ادري هذا اقول هو بيع طلبات اهانات هذه. شنو خطراتك انت؟ ويك اصلا من يوم شفتك وتبيع مفقر انت. انا قايل هذا يبقى المفروض اخر طلب وياك. امشي.